مرحبا، بداية هذه النشرة مع العناوين. توتر إقليمي يغلف التحذيرات الدبلوماسية، والسعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان. شحطة ألم تثير أزمة بين لبنان والكويت، وأمين سلام يوضح هذا ما قصدته. التلويح بالعقوبات على بري بين التحريض اللبناني والنوايا الأمريكية. استعدادات ميقات مستمرة لجلسة الديمان، فعلى من رست لائحة المقاطعين؟ جورج عقايس يكشف للأو تي في حوار القوات مع باسيل لن ينقطع. أهلا بكم إلى النشرة المسائية التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعلى صفحات الOTV على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وعبر قناتنا على يوتيوب. تحت وابل من المزايدات الوقحة مضت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، فيما الحقيقة ضائعة في دهاليز المصالح السياسية والعدالة محتجزة في أروقة قصر العدل، ليعود الحديث اليوم سريعا إلى الملفات الداهمة، بدءا بالفراغ الرئاسي المعلق على توازن القوى بين جماعتي الفرض والرفض، وليس انتهاء بالشأن المالي والنقدي تحت سقف تقاذف المسؤوليات حول تشريع الاقتراض الحكومي من مصرف لبنان بين نبيه بري ونجيب ميقاتي. أما الأبرز اليوم فجو من الوجوم الذي خيم على الساحة المحلية في ضوء المواقف الخارجية المستجدة التي أثارت موجة من القلق من احتمال العودة إلى التصعيد السابق للتهدئة أو من وقوع أحداث أمنية معينة، سواء في مخيم عين الحلوة حيث الجمر تحت الرماد أو غيره من العناوين الأمنية، مع استطراد البعض بالتحليل وصولا إلى ربط الاحتمالات القائمة بالاستحقاق الرئاسي ومواقف بعض الدول من المرشحين المطروحين المعلنين أم المضمرين. إذن البداية من المستجد العربي تجاه لبنان. السعودية تطلب من رعاياها المغادرة والكويت تحذرهم، فهل حدود هذا الأمر أحداث انتهت في عين الحلوة؟ ماريا يمين والتفاصيل. في عز الموسم السياحي وفي توقيت يطرح أكثر من علامة استفهام، حذرت السفارة السعودية ورعاياها في لبنان من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، ودعتهم بسرعة إلى مغادرة الأراضي اللبنانية. تحذير جاء ربطا بأحداث عين الحلوة، لكن المفارقة أنه صدر بعد عودة الهدوء إلى المخيم وتثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما أكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مشيرا إلى أن الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق بنتيجة المعطيات العسكرية والأمنية، وإلى أن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث المخيم قطعت أشواطا متقدمة. وهو ذهب أيضا إلى خطوات إجرائية، فكلف وزير الخارجية بالتواصل مع المسؤولين العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان، وطلب أيضا من وزير الداخلية دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد والبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة. هذا في موازاة ما نفاه الجيش اللبناني حول تحضيره لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة. قد يكون ربط ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر حركة فتح أن جولة انتهت ومعركة كبرى لم تنتهي منطقيا، لكن مصادر متابعة استبعدت عبر الأو تي في أن يكون البيان مرتبطا بأحداث عين الحلوة، لافتة إلى أنه لا يوجد سوى 3 سعوديين في لبنان إضافة إلى طاقم السفارة، ومستغربة توقيت هذا البيان غير المتزامن مع أي عمل قد تراه المملكة عدائيا انطلاقا من الأراضي اللبنانية. اللافت أن بيان السفارة السعودية لم يأتي يتيما، إذ ترافق مع بيان للسفارة الكويتية طلبت فيه من مواطنيها الموجودين في لبنان التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة. كذلك طلبت السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان الاتصال لتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والابتعاد عن أي منطقة اشتباكات.
الشائعات، ليعود السفير الألماني ويوضح عبر تويتر أن خلافاً للشائعات ألمانيا لا تطلب حالياً من رعاياها مغادرة لبنان، داعياً إياهم إلى التعرف إلى نصائح سفر إلى لبنان. المصادر نفسها رأت أن هذه البيانات لم تكن برقاً أو رعداً في سماء صافية، مذكرة بأن توقيتها جاء بعد بيان اللجنة الخماسية في الدوحة ورسالة لجنة خارجية في الكونغرس الأمريكي للرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى تسجيلات كاذبة وقديمة أعيد نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية حدوث أعمال أمنية في لبنان. فالبيان الصادر عن أعمال اللجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة شدد على أهمية تنفيذ الحكومة لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية. أما رسالة لجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي لبايدن فاعتبرت أن الجلسة الرئاسية اللبنانية أكدت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو امتداد لحزب الله المصنف كمنظمة إرهابية. وعلى النطاق الإقليمي الأوسع، سألت المصادر هل هذه البيانات مرتبطة بتجميد الاتفاق السعودي الإيراني أو تباطؤ تنفيذه مشرقيا على الأقل، أم أنها نتيجة لتحول ما داخل إحدى الدول المعنية؟ في السياق عينه، يرد بعض المراقبين جمود اتفاق بكين إلى أن الدولتين المعنيتين به تنتظران جلاء صورة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحديد موقفها، فهل يكون رئيس تتفاهم معه أو تخاصمه؟ في المقابل، تنفي معلومات أخرى أن يكون لقرار الخارجية السعودية علاقة بتداعيات خارج لبنان، مشيرة إلى أن القرار اتخذ منذ الأيام الأولى لأحداث عين الحلوة، لكنه لم يصدر إلا الجمعة. وبينما انشغل ميقاتي بمعالجة بيانات التحذير، أزمة جديدة أطلت برأسها مع الخليج تحت عنوان استياء كويتي من أمين سلام. فهل تكون شحطة ألم وزير الاقتصاد غطاء لبيانات التحذير؟ فجأة صدرت بيانات تحذيرية لعدد من السفارات بعد عودة الهدوء إلى مخيم عين الحلوة، وفجأة وبعد 4 أيام على تصريحه لوكالة سبوتنيك، تنبه نواب مجلس الأمة الكويتية إلى أن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام قد أساء لدولة الكويت، ما أثار استياء عارما. في معرض مناشدته دولة الكويت بإعادة بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت، قال سلام إن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة ألم يمكن أن يتخذ القرار. هذا الكلام استدعى رد عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي، فأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن الكويت بلد مؤسسات وأن أموال الشعب الكويتي لا تدار بجرة قلم أو باتصال هاتفي، فيما ذكر آخرون أن لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعليا بشخطة ألم، تقدم عدد من النواب الكويتيين بتعديل يلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية، مطالبين الخارجية الكويتية برد على ما اعتبروه تجاوز سلام على بلد المؤسسات. وبالفعل ردت وزارة الخارجية الكويتية على سلام وحثته على سحب تصريحه، معتبرة أن تصريح الوزير اللبناني يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، رافضة رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية. كل ذلك دفع بسلام إلى توضيح كلامه بالشكل والمضمون، حرصا على العلاقات التاريخية بين لبنان والكويت وتلافيا للوقوع بأي سوء فهم. نحن ما بدأنا طلب أو مناشدة بموضوع جديد، نحن هذا الموضوع ووقائع الموضوع والحديث عن تواجد أو توافر الأموال بصندوق التنمية الكويتي نابع عن وقائع موجودة ومصرح عنها من السلطات الكويتية، وتوافر الأموال أيضا لكل المشاريع اللبنانية هي أمور موجودة ونوقشت أيضا في مؤسساتنا الدستورية، لأن موضوع تمويل الإهراءات ليس المشروع الوحيد اللي كان يعني مقيد أو مقرر للبنان. عبارة بشخطة قلم مثل ما اقتضى التوضيح هي عبارة تستعمل في اللغة العامية اللبنانية، دلالتها أو معناها مثل ما قلنا هو الأمر القابل للتنفيذ وبسرعة، يعني بشخطة ألم أو بكبسة زر. ما قصدنا أبدا فيها الاستخفاف أو يعني القطع على المسار الدستوري والطبيعي للتعامل بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والكويت. ف
فاقتضى التوضيح بهذا الموضوع، ونتمنى من إخواننا في دولة الكويت والبرلمان الكويتي أنه يقبل منا هذا التوضيح، لأنه هيدي النية اللي كانت مقصودة من استعمال هيدا الوصف. جرعة دعم إضافية قدمها ميقاتي الذي سارع إلى إصدار بيان أكد فيه احترام لبنان لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي؟ كما أكد ميقاتي عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة. وتسأل مصادر متابعة عن وجود ربط بين الأزمة المستجدة مع الكويت وبيانات التحذير الخليجية طارحة أكثر من علامة استفهام عن التوقيت والشكل، فهل ستقف الأزمة مع الكويت عند حدود توضيح سلام وبيان ميقاتي، أم أن المطلوب أمر آخر في مكان آخر؟ وبموازاة البيانات الدبلوماسية الخليجية التحذيرية، نواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون بفرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري، فبأي أبعاد وأهداف؟ تقرير سينتيا يمين. نبيه بري على لائحة العقوبات الأمريكية، سؤال بدأ يتوارد تكرارا، خصوصا أن الإشارات الأمريكية تتوالى بشكل متسارع. فعشية الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب يوم الخميس الماضي، أكثر من رسالة تلقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن من عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين وأبرزهم جيمس ريش، دعا فيها الإدارة الأمريكية إلى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لتقديم المصالح الأمريكية منعا سقوط لبنان في قبضة إيران. لكن الرسالة ذهبت أبعد من ذلك، فحدد ريش المسؤوليات وتحديدا على رئيس مجلس النواب باعتباره مجرد امتداد لحزب الله. استخدم كل الإجراءات البرلمانية لمنع انتخاب رئيس للجمهورية، مرحبا بالمطالبات الصادرة في أوروبا بفرض عقوبات على بره. أهمية هذه الرسائل أنها أعقبت اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، والذي لوح في بيانه بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية، كما أتى بعد ارتفاع وتيرة الاتهامات لبري بعرقلة الاستحقاق الرئاسي لامتناعه عن عقد جلسات انتخابية متتالية، فيما انتهت زيارة الموفد الفرنسي إلى طرح إجراء مناقشات بين الكتل قبل الذهاب إلى عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، مع التذكير أن لودريان التقى بري مرة في زيارته الأخيرة. ليست المرة الأولى إذن التي يتم فيها الحديث عن عقوبات أمريكية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، فمساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف سمته بالمباشر في معرض إجابتها على سؤال السيناتور جين شاهين عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تفكر بخطوات لدفع الحكومة اللبنانية باتجاه حل الأزمة، خلال جلسة استماع في اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في أيار الماضي. Frustration, I can tell you, and we are working collaboratively with several regional partners, European partners, to push the Lebanese parliament to do its job. The elected representatives of the Lebanese people have failed to do their jobs. The Speaker of the Parliament has failed to hold a session since January to allow members to put candidates forward for the presidency, to vote on them up or down, and to get to a choice, to get to elect a president who will then appoint. Well, so again, should we be thinking about sanctioning some of these players? We are looking at those rules. Yes. وقبل ليف كان بايدن تلقى في 25 نيسان الماضي رسالة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مانندنز، والعضو الجمهوري جيمس ريش اعتبرا فيها أن بري هو مهندس الجمود السياسي في لبنان، رسالة معطوفة على رسالة أخرى وجهت إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من عضوي الكونغرس مايكل ماكول وغريغوري ميكس، تضمنت دعوة للإدارة الأمريكية إلى استخدام جميع السلطات المتاحة بما في ذلك عقوبات إضافية تستهدف أفرادا يعيقون التقدم في البلاد. أمام كل ما سبق، تسأل أوساط مراقبة إن كانت هذه الرسائل هي وسيلة تستخدمها الإدارة الأمريكية وتنشرها للضغط على بري في الملف الرئاسي من دون أن تذهب إلى فرض عملاني للعقوبات، فلا تتعدى بذلك المناورة السياسية، أم أنها تعكس تبدل سياسة الإدارة الأمريكية تجاه بري بعدما تم رفع الحصانة عن حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي على ما أوحى به مقال للمسؤول السابق ديفيد شنكر الذي طلب
طلب بتسليم سلام للقضاء الفرنسي، ما يؤشر إلى تفكيك ممنهج لصبحة منظومة 1990، أم أن هذه الرسائل ليست إلا نتاج تحريض داخلي تمارسه بعض الجهات اللبنانية لدى مجموعات الضغط الأمريكية بحق مواطنين لبنانيين، خصوصا أن الرسالة لا مفاعيل تنفيذية لها، كما أنها ليست ملزمة للإدارة الأمريكية على عكس القانون. كيف علق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على التلويح الأمريكي بعقوبات على بري، وهل يصل ثنائي أمل حزب الله إلى سحب ترشيح سليمان فرنجية؟ نحن مستعدين نناقش بالحوار على مواصفات وعلى المفاهيم معينة على أساسها بيتم طبعا توجيهه على مدى التزام هذه المواصفات مع هذه الشخصية أو أكثر منها أو تلك. متى بتسحبوا مرشحكم سليمان فرنجية؟ بالسياسة ما له معنى ولا فراغ، ولن يتم سحب سليمان فرنجية ما دام هذا التعنت والمقابرة في مقاربة الموضوع بعقلانية وبهدوء. عند مين التعنت؟ تعنت عند مين؟ أنتوا عم تتعنتوا بمرشح رافضته قوى مسيحية أساسية، وعفوا أنا عم بحكي. بالنهاية هذا رأيك ورأي غيري. أستاذ أسامة بس أنا عم ناقشك، أنا عم أقول لك هذا واقع. حمل مسؤولية. طيب. رفض الحوار حمل مسؤولية رفع الفصل يعني. عم بحكيك وجهة نظر فرقاء كتار، يعني 59 صوت مش هينين، وصلوا لل 60، عم بتواجهوا فريق كبير. بس 59 صوت يعني اقل من 65، انتبه يعني. بس اكثر من ال 51. لا 51 احنا كان عندنا فانتازنا 48 جبنا 51، الاخرون كان عندهم 67 وانتازوا نزل. لين سحبتوا فائزا؟ لين سحبتوا؟ هذا قرارنا وهذا راينا. يعني عم بتناقض انه العقوبات على رئيس بري، حكي عن عقوبات قد تطال، والامريكان عم بيقولوا نرحب بعقوبات على الرئيس بري. تهديد وكم من تهويل، هذا لن يغير في مواقفنا، والرئيس بري لن يتعرض مثل هذا التهديد والتعويض لاول مره. هذا تهديد وتعويض من قبلي، وطبعا من يدور في دائرته قريبا كان او بعيد. في الداخل اللبناني عم تقصد؟ ليش لا؟ مش اول مره في قوى سياسيه بتحرض على قوى سياسيه اكثر، هذا مش جديد يعني. اي قوى سياسيه؟ واي قوى؟ بالضرورة. القوات، الكتائب، النواب اللي هن عندهم علاقة مع الأمريكان. كل من يعني يعرفوا حاله، يعرفوا اللي بيحول واللي اعتاد انه يبعث لرسائل السفارات والإدارات وكذا معروف. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج آيس قلل من أهمية بيانات عدد من السفارات، وكشف عبر حوار اليوم من الأو تي في عن تفاصيل الحوار مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. أول شيء توقيت قاتل في موضوع السياحة يعني. نعم. كنا بلشنا نتنفس شوي، وإن شاء الله هالمواقف هيدي المستجدة ما تأثر على الموسم السياحي. أنا ما بدي خوف الناس، وبنفس الوقت يعني ما بدنا نطمنهم. نعم. ونضللهم بهذا المعنى، بس أنه ما نعطي هذه البيانات الصادرة عن السعودية والكويت وألمانيا أكثر من حجمها. مش أول مرة بيطلع هيك بيانات تحذيرية يعني. وقد تكون مؤقتة. ما توقف الحوار مع التيار الوطني الحر، وبفتكر يعني سواء أسفر هذا الحوار أم لم يسفر، مسألة أنك تتحاوري مع جهة سياسية تعتبر بخندق أو بوصف الخصم هو. نعم. مسألة إيجابية بلبنان، لأن منه أوان الحوار. اليوم الاستحقاق الداهم هو انتخاب الرئيس. توافقت ولا لا هلا على الحوار المطروح بايلول من قبل لودريان؟ لا، رئيس حزب الكتائب كان متريس وناطركم وقال رح نجرب نطلع بموقف موحد للمعارضه. بتعطلوا النصاب وعندكم قدره على تعطيل النصاب اذا راح التيار؟ قرار المشاركه بطاوله الحوار ميالين الى رفضه اذا كانت بالشكل اللي معروض عليه، ولكن القرار سيصدر عن المعارضه مجتمعه. تعال. قرار
تعطيل الجلسات بعده أساسا غير مبتوط داخليا بحزب القوات اللبنانية قبل ما نروح على المعارضة. وبفتكر باقي فرقاء المعارضة أيضا بعدهم مش حسمين هذا الخيار. في المقابل لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى عدم القدرة على إجراء انتخابات رئاسية بسبب تعطيل فريق الممانعة للجلسات، واصفا الجلسات التي يدعو إليها الرئيس نبيه بري بالفولكلورية، إذ من المستحيل أن ينال أحد المرشحين ثلثي الأصوات من الدورة الأولى. جعجع اعتبر أن المشهد السياسي العام في لبنان هو عبارة عن صراع سياسي بين فريق محور الممانعة وفريق ثان جميع الأطراف الأخرى، وقال إن طريقة تركيب السلطة والدولة تحتاج إلى إعادة نظر عميقة، لأن أحدا من هذه الأطراف لا يقدر على إدارة مشروعا بمفرده، ختم جعجع. الثلاثاء يوم ميقاتي البطريركي الكبير. رئيس حكومة تصريف الأعمال يجمع وزراءه في الديمان بعناوين تحمل أبعادا طائفية وجودية، فهل أحرج سيد بكركي وعلى من رست لائحة المقاطعين حتى الساعة؟ اللقاء الوزاري في الديمان قائم الثلاثاء المقبل بمن حضر، على الرغم من أن البطريركية المارونية بحسب معلومات الأو تي في قد أحرجت من طرح ميقاتي، ومن الطابع الذي قد تتخذه استضافتها للقاء على أنه تغطية مسيحية للجلسات الحكومية غير الدستورية والميثاقية. وفي الوقت الذي تتجه الأنظار فيه إلى مشاركة الوزراء المسيحيين من عدمها، كشفت معلومات الأو تي في أن عددا منهم لن يحضر اللقاء كوزير الدفاع، وزير العدل، ووزير الطاقة، الذي أكد أن البطريرك لم يدعو لأي لقاء في الصرح البطريركي أي المكان المضيف لهذا اللقاء. وزير الطاقة إذ ثمن دور البطريركية الوطني سأل عن أهمية وهدف هذا اللقاء في هذا التوقيت، خصوصا في ظل غياب رئيس للبلاد حلولا لوصول العمل الحكومي الدستوري في ظل غياب رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف الأعمال في نطاقها الضيق. أما بالنسبة إلى وزير السياحة وليد نصار فإن موقفه كان واضحا، وهو سبق وأعلنه الأسبوع الماضي، إذ قال بوضوح إنه في حال كانت الدعوة للقاء تشاوري في الديمان موجهة من سيد الصرح وبحضوره فعندها نلبي الدعوة حتما، لأن سيد الصرح هو من يدعو ويحضر. لكن المعلومات تفيد بأن حتى الساعة لا دعوة قد وجهت للوزراء لمثل هذا اللقاء من قبل الراعي، ما يشير إلى أن نصار يتجه لعدم المشاركة، هذا وتعذر الاتصال بوزير الشؤون الاجتماعية. في الشكل لابد من التذكير بأن هذا اللقاء هو تشاوري وليس جلسة حكومية بحسب ما أوضح ميقاتي مرارا، علما أن عقده خارج السراي الحكومي وقصر بعبدة يشكل سابقة تاريخية. وفي حين رجحت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال حضور البطريرك الراعي والمطارنة للقاء، أكدت معلومات الأو تي في أن الراعي سيكتفي بإلقاء التحية على الوزراء من دون المشاركة في اللقاء الذي ستليه مأدبة غداء في الصرح البطريركي. أما في المضمون فاللقاء يتمحور حول أمرين، اعتبرت مصادر متابعة أن ميقاتي حاول من خلالهما دغدغة مشاعر طائفية ووجودية، وهما عودة النازحين السوريين والاعتراض على أي تشريع للشذوذ الجنسي، مع الإشارة إلى محاولة إدخال مناهج تربوية بهذا الشأن إلى المدارس الصيفية للنازحين السوريين، فيما يغيب على المستوى التشريعي أي اقتراح قانون على ما أكد النائب راز الحج. وعلى أهمية هذين الملفين لا مفاعيل عملانية لطرحهما في اللقاء التشاوري إلا إذا. واستكمالا للتحذيرات العربية والخليجية تحديدا، البحرين تنضم إلى السعودية والكويت بتحذير رعاياها بمغادرة لبنان حفاظا على سلامتهم، هذا الموضوع صدر قبل قليل. فاصل أول ونتابع من بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. فؤاد أبو ناظر خارج الكتائب في أسرار اليوم. جدد مصدر متابع الدعوة إلى التعامل بموضوعية مع مفاوضات التيار والحزب على رغم الأجواء التي يعممها بعض وسائل الإعلام. حسم القائد السابق للقوات اللبنانية فؤاد أبو ناظر قراره بالخروج من حزب الكتائب بعد عودة وجيزة إليه، ربطاً بتباين مع سامي الجميل حول الآليات الحزبية الداخلية. نلاحظ أن عدداً كبيراً من النواب من كتل مختلفة يقيمون الحفلات الخاصة ويتعمدون إظهار حياة البذخ والترف التي يعيشون،
غير آبهين بمعاناة الجزء الأكبر من اللبنانيين بفعل الانهيار. بعد تعرض له أثناء مشاركته في الوقفة التضامنية لأهالي شهداء انفجار 4 آب، ممثلا التيار الوطني الحر عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل يوضح في اتصال مع الأو تي في تفاصيل ما حدث، مشيرا إلى أنه كان أول الحاضرين وآخر المغادرين. نحن لبينا دعوة أهالي شهداء 4 آب حتى نوقف معهم بهذه الوقفة التضامنية وهذه المسيرة اللي عم بتطالب بتحقيق العدالة وبمعرفة الحقيقة. أنا مثلت التيار الوطني الحر تلبية لهذه الدعوة، بقيت مع أهالي الشهداء من الساعة 4 لبعد الساعة 7، فبالتالي أكيد ما فليت وما عدت دقيقتين وثلاثة وعشر دقائق مثل بعض النواب الآخرين أو بعض الشخصيات الأخرى. أهالي الشهداء كانوا أكثر من لايقين معنا، كانوا محيطين فينا وكانوا مقدرين هيدي الوقفة. هلأ أكيد بجمع في عدة ألاف من الأشخاص، 2000-3000 ما بعرف قدي العدد، إلا ما تلاقي بعض العناصر اللي بدأت تقلل الأدب أو أي شيء آخر. حصل هوتفات بعيدة عنه بالمحل اللي صار، وأهالي الشهداء هن تكفلوا، هن أسكتون وما كانوا لطيفين معهم بإسكاتهم لما قللوا أدب. وكذلك الأمر عند المغادرة، نحن عم نغادر كانوا مرافقيننا أهالي الشهداء كمان، في مجموعة قالت كلام نابي، رجعوا أهالي الشهداء وتعاملوا معه بالطريقة المناسبة. أهالي الشهداء استنكروا هيدا الأمر، تبروا منهم وقال هني ما بيعرفون لهيدي العناصر، وهيدي أكيد عناصر حزبية جاي عم تستغل هيدي المناسبة حتى توصل رسائل بالسياسة. فبالتالي هيدا أمر بيسيء للقضية، أكيد هيدا أمر ما بيخدم قضية 4. وفيما ولو تعرضنا لأي كلام نادي من بعض الرعاة، هيدا بضل أقل بكتير وهين كتير قدام معاناة أهالي الشهداء، قدام معاناة الجرحى المعوقين المتضررين اللي خسروا أرزاقهم بهيدي الفاجعة. هي بتضل كتير صغيرة قدام يلي صار. كميل خوري يتفوق على أمين الجميل في تاريخ اليوم. خمس آب 2007 يوم انتخاب تاريخي بلبنان عموما والمتن خصوصا، حيث تجاوزت حكومة فؤاد السنيورة صلاحية رئيس الجمهورية أمين لحود بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونظمت انتخابات فرعية لملء المقعد الماروني الشاغر بفعل اغتيال النائب بيير الجميل. لكن على رغم حملة التحريض اللي استغلت فيها دماء الشهيد لتحقيق مكاسب انتخابية، هزم التيار الوطني الحر المرشح الرئيس أمين الجميل من خلال مرشح مغمور مدعوم من قبله هو الطبيب كميل خوري ولو بفارق قليل من الأصوات. النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. إلى الأخبار الإقليمية والدولية. في جدة انطلق اجتماع مستشاري الأمن القومي لـ30 دولة ليست روسيا من بينها لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية. وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيرا إلى ضرورة اصطداح الأهداف والمقاصد للاجتماع. ولفت إلى أن لقاء جدة هو استمرار للاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في حزيران الماضي بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند جنوب أفريقيا والصين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، حيث قرر المجتمعون آنذاك عقد لقاء لاحق لبحث سبل تسوية أزمة أوكرانيا.
وفي تصريح لافت عشية مفاوضات أوكرانيا مع قادة حوالي 40 دولة في جدة، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الضغط الغربي على كييف لحل النزاع مع روسيا سلميا قد يتعاظم في الأشهر المقبلة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن زيلينسكي خلال لقائه مع الدبلوماسيين الدعوة لهم إلى استخدام جميع الموارد لمواصلة المسار المؤيد لأوكرانيا لحل النزاع، والترويج للطرح القائل إن السبيل الوحيد للخروج من النزاع هو كسب المواجهة مع روسيا. هذا ورأت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا أن إعادة النظر في نشر قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية في منطقة الساحل ليست على جدول الأعمال، مشككة في قرار انقلابي نيجر إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا. ولفتت إلى أن المجتمع الدولي أجمع على المطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري على الفور وقبل انتهاء المدة التي حددتها دول المنطقة. كولونا أمهلت الانقلابيين في النيجر حتى يوم غد الأحد للتخلي عن ما وصفته بالمغامرات الشخصية وإعادة الديمقراطية إلى النيجر، مشددة على أن لا مبرر لهذا الانقلاب غير المقبول. إلى صفحة الأحوال الجوية مع نرمين إربان بشارة. مساء الخير. طقس صيفي حار نسبيا وعالي الرطوبة عم بيسيطر على أجوانا، إذا لبكرة جونا قليل الغيوم، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية بنشوف سوا. نبدأ مثل العادة من شمال وعكار وطرابلس عم بيسجلوا 33 درجة، العاصمة بيروت 32 وصور 31 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 36، اللقلوق 23، الزحلة 33، ورجزدين 30 درجة. نسبة الرطوبة الساحلة بتوصل ل 80%، الرياح السطحية بتتراوح سرعتها بين 10 وبتوصل 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأحد جونا قليل الغيوم مع تشكل للضباب على المرتفعات، أما الحرارة ساحلا فبتسجل أقصاها 33 درجة. للتنين 3 والأربعة جونا بتابع الصيفي قليل الغيوم ودرجات الحرارة بتسجل للتنين 32 درجة وبتستقر على 31 درجة للتلاتة والأربعة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير. ومع الطقس نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر صفحات OTV على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وطبعا عبر قناتنا على يوتيوب. شكرا للمتابعة ونلتقي بيوم جديد إن شاء الله.